أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تتعرف على مفهوم المسجد النبوي وبيان معاني المفردات والتركيب الواردة في الدرس. المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف هو ثاني المساجد الإسلامية في الفضل والمكانة بعد المسجد الحرام. أطلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على يثرب اسم المدينة بعد هجرته إليها، ومن أسمها أيضا طابة وطيبة. تتعلق قلوب المسلمين بالمسجد النبوي الشريف لما له من فضائل كثيرة، منها أنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها لعظيم فضلها عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الأقصى، إن أجر الصلاة فيها تعادل أجر ألف صلاة في غيره باستثناء المسجد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. أما معالم المسجد النبوي الشريف، يضم المسجد النبوي الشريف معالم كثيرة لها مكانة عظيمة عند المسلمين، منها الحجرة النبوية الشريفة، وهي بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقيم فيه مع أم المؤمنين السيدة عائشة، وفيه قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ويستحب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم السلام على صاحبيه والترضي عليهما. الروضة الشريفة هي المكان الواقع بين الحجرة النبوية الشريفة وبين المنبر، وسميت بالروضة لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يستحب لمن يزور المسجد النبوي الشريف أن يصلي فيها. المنبر ويقع على طرف الروضة الشريفة، وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما مستندا إلى جذع نخلة منصوب في المسجد، حتى صنع له منبرا من الخشب له ثلاثة درجات يصعد عليها ليخطب بالمسلمين، فيراه كل من حوله. بقي المنبر على حاله حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين، وهو غير المنبر الموجود اليوم. تزخر المدينة المنورة بمعالم إسلامية كثيرة، ومنها مسجد قباء، مسجد القبلتين، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، ويستحب زيارته والصلاة فيه. مسجد القبلتين هو المسجد الذي أمر الله تعالى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة أثناء صلاة العصر من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فاتجه المسلمون إلى الكعبة أثناء الصلاة. أيضا مقبرة البقيع، وهي أول مقبرة للمسلمين بعد الهجرة النبوية، وقد دفن فيها آلاف الصحابة من الكرام والتابعين فيها، وتقع قرب المسجد النبوي الشريف، وهو من دفن فيها من الصحابة الكرام عثمان بن مضعون، ودفن فيها أيضا مع معظم أمهات المؤمنين، ولا يزال يدفن فيها إلى يومنا الحاضر، ويسحب زيارتها والاستغفار لمن فيها. أيضا مقبرة شهداء أحد، وهي المقبرة التي دفن فيها 70 شهيدا ومن شهداء معركة أحد، ومن بينهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، ويستحب لمن أن يذهب إلى المدينة المنورة زيارتها، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على زيارتها في كل عام ويستغفر لمن فيها ويدعو. أما التفخيم والترقيق، التفخيم لغة التسمين واصطلاحا قوة وضخامة تدخل على الحرف حتى يمتلئ الفم بصدى. الترقيق لغة التنحيل واصطلاحا عبارة عن نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. أما مراتب التفخيم: المفتوح بعدها ألف، المفتوح وليس بعدها ألف، المضموم، الساكن، والمكسور. أقسام الحروف: أقسام الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق: حروف مرققة دائما، حروف مفخمة دائما، حروف ترقق طارة وتفخم طارة أخرى. وهي الحروف المرققة دائما هي حروف الاستفال كلها، ويستثنى منها ثلاثة حروف: هي اللام في لفظ الجلالة، والألف اللينة، والراء في بعض أحوالها. وهذا نموذج من الأمثلة: وأرسل، الكافرون، ما، إن، عنك، يسرى، بحمد، وخوف. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.